لالتقاط الصور التذكارية. ليث بزاري، العربية، مومباي، الهند. شفت المانجا الخضراء؟ شفت المانجا، أول مرة شفت مانجا خضراء. أول مرة؟ صدق والله. طيب. طبعا يواصل الزميل ليث رحلاته الاستكشافية عبر المحيطات والقارات المختلفة، إذ انتهى الآن من رحلة استراليا التي سيحدثنا عن أبرز ما تميز به مدينة ملبورن عن المدن الأخرى المختلفة التي رصد أهم معالمها في سلسلة تقارير تعرض قريبا على العربية. أكيد المانجا خضراء يا عادل. من قال لك؟ أمال المانجا لونها إيه؟ تصير صفرة لما تستوي. لا تفتي. نوعية نوعية. لا تفتي. نوعية. والله نوعية. يبقى شو اللي والله؟ إيه، في أصفر وفي أخضر. يبقى خلينا نروح حق السوق بعد. يبقى الريال ليث راح ياخذ غطس. هيستنى عادي. طيب، ليث بزاري معانا عبر سكايب من أندونيسيا هذه المرة. وين في أندونيسيا؟ في سومطرة؟ يا جماعة احنا واقفين على الشط بالمية الدافية والطقس الجميل، وانتم بتحكوا لي على المانجا الحمراء والخضراء. ليش حافي أول شيء؟ مع الخير. ليش حافي؟ لا حافي والله. حافي طبعا، واقف على البحر. شايف انا وين؟ هذا المحيط الهندي، احنا بجزيرة سوماترا في اندونيسيا. اندونيسيا. على كل حال، صباح الخير يا عادل، صباح الخير يا مروة. مروة كثير اشتقنا لها، لأنه دائما بنحكي كثير مع عادل وبننسى مروة. مروة دائما موجودة معنا. يا ما تبي احسن، انا ما راح اكلمك. واضح ان عادل هو اللي في القلب، عشان كده بتنسى. لا لا ما راح اكلمك. لا عادل هلا بدك ترتاح شوي، الحديث راح يكون مع مروة. راح نحكي شوي عن ملبورن. ملبورن هي لا تطول اكثر المدن اللي زرناها فيها تمتع، يعني لما الواحد يمشي يا جماعه اول مره بشوف شط طوله 420 كيلومتر. 420 كيلومتر في ملبورن، يبعد عن ملبورن ساعة ونص. أوشن فيو رود، أوشن رود، جريت أوشن رود هو شط يمتد على 400 كيلومتر. بتشوفوا فيه الكنغر الأسترالي، بتشوفوا فيه الكوالا، حيوان الكوالا اللي بنجده دائما في أستراليا. الحلو بالموضوع إنه الكنغر، الناس بتفكروا إنه بأي لحظة خلال النهار بتشوفوه، لا، الكنغر بس ساعات الصباح الباكر أو ساعات المساء، لأنه ينطلق بحب العشب الطري اللي مندل عليه ندى، فعشان هيك بتشوفوه دائما في ساعات الغروب أو ساعات الصباح. طبعا ما بحب الشوب أكيد، فإذا مشيتوا على، إذا زرتوا ملبورن ما تنسوا Great Ocean Road الموجود فيها في السيتي. هلا زرنا كمان Suffering Hills. Suffering Hills هي قرية بتبين كيف كانوا عايشين المهاجرين لما وصلوا على أستراليا، كيف كانوا عايشين الحياة البسيطة. فعملوا تجسدوا هاي القرية من جديد، وبقدر السائح لما يكون موجود يتمشى بهالقرية اللي عن جد أبهرتنا. لأنه لما تشوفوا، إحنا عادة بنشوف لما بنزور ديزني لاند أو أي أتراكشن تاني بنلاقي أشياء صناعية، هون يعني بكل التفاصيل عاملينها مثل زمان. طيب ليث، صالون الحلافة. خليني أسألك. تفضلي مروة، أنا معك مروة. أنا معك للآخر. تفضلي. خليني أسألك، إذا بزور مدينة ملبورن بتنصحني أروح فين؟ أي مناطق؟ هلا سوفرينج هيلز، جريت اوشن رود، يارا ريفر، نهر يارا اللي حكينا، تتذكروا اخر مره غنينا اغنيه صدفه ليارا لانه اسم النهر يارا. هذا من اهم الانهر الموجوده، طوله 240 كيلومتر في مدينه ملبورن. تقدروا تاخذوا كروز او باخره، تقدروا تتعشوا او تتغدوا على ظهر الباخره وتزوروا منطقه ملبورن بدون ما تتحركوا من عن ظهر الباخره في نهر يارا. كمان في عندها سانت كيلدا. سانت كيلدا هو الشاطئ التي تمارس فيه رياضه السباحه، السيرف، الكايت سيرف، التشمس، يعني الشمس عندهم مش معقول شو جميله. هلا هون الشمس عندنا بسوماترا باندونيسيا منيحه، بس للاسف بتكون بالليل في مطر، يعني مطر غزير. امبارح فكرت حصير فيضان، طلعنا الصبح شوفوا كيف الشمس ورانا، يعني كانه ما صار شيء امبارح بالليل. طيب انت الفتره الجايه المفروض في الوقت القادم حيكون في تقارير عن اندونيسيا، حتصور فين؟ اي مناطق؟ حنصور اول شيء في عندنا 5 تقارير لمده اسبوع سياحه عبر العربيه في سوماترا، محل ما موجود قديم. احنا رح نصور الجزر، رح نصور جبال البراكين والينابيع الحاره في المنطقه. بعدين سننتقل الاسبوع القادم ابتداء من اليوم الاثنين القادم، سننتقل الى جزيره جافا في اندونيسيا. جافا بتتميز فيها مزارع الفراوله. الفراوله في المنطقه معروفه مشهوره انه بتيجي من 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 منطقه جافا، فرح ناكل كثير فراوله. اكيد رح نصور تقارير عن الفراوله وعن مناطق البحيرات.
البحيرات الموجوده. ليث وقتنا خلص واكيد حنشوف التقارير معك. دائما نعمل احنا عايزين نجي لك, احنا مش عايزين نتكلم معك على لا روحي لانت. طيب تفضل, اهلا وسهلا. طيب انا خليني استغل نهاري اشرب عصير جوز الهند الموجود على الشط, بعد شوي السباحه. الى اللقاء. الى اللقاء ليث.